الست أم محمد بتسأل بتقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لبنت الزوجة؟ هو اللي والدها مقصر معاها جدا، وهي مصاريفها كتيرة بالنسبة للجامعة، والدتها ما عندهاش مصدر للدخل، ووالدها لا ينفق عليها. لا مانع من ذلك صاحبة السؤال الست أم محمد، وبالذات لو كانت مستحقة بأي وصف من الأوصاف الثمانية اللي ذكرتهم الآية الكريمة، وذلك لأن نفقتها ليست واجبة على زوج أمها، إنما تجب نفقة هذه الابنة على والدها المقصر في الإنفاق عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في هذا الأمر تحذيرا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول. فشملت الروايتين إن الإنسان يضيع الأمانات اللي بين إيديه، سواء يضيعها من الجانب المادي وهي وجوب الإنفاق عليه ومتابعة مصاريفه التعليمية الصحية وما شابه ذلك، أو كمان عدم المتابعة الأدبية، إن أنا براعيهم وإن أنا باخد بإيدين ولادي وإن أنا بتابع التربية بتاعتهم، وفيها مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمرنا: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. فالانقطاع ده ففيش لا عطاء مادي ولا عطاء معنوي، فهناك تقصير من جانب هذا الوالد. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهديه ويصلح حاله. فلا مانع أن زوج الأم يعطي من زكاته لابنة زوجته. الست محمد برضو ليها سؤال، أنه